نزل في الأسواق قريبا كراسي للأشخاص الذين يصلون وهم جلوس في المساجد على هذه الكراسي. ميزة الكرسي يا شيخ صالح بأنه وضع فيه مكان للسجود، بحيث المصلي يضع جبهته على موضع السجود في هذا الكرسي. هل تجوز الصلاة فيه؟ وهل يجوز أن نوزع مثل هذه الكراسي في المساجد كصدقة جارية؟ لا يجوز هذا. إذا لم يتمكن من السجود على الأرض أو على الفراش بجبهته وأنفه فإنه لا يسجد على شيء مرتفع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم زار مريضا ووجد عنده وسادة يسجد عليها، فأخذ الوسادة ورماها صلى الله عليه وسلم، وقال عليه الصلاة والسلام: صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. فيومئ بالركوع والسجود، يومئ بالركوع يعني يركع إذا كان يقدر على الركوع وهو واقف، يقرأ الفاتحة وهو واقف أو يقف مع الإمام، ثم إذا جاء السجود وهو لا يستطيع أن يثني رجليه يجلس على الكرسي لا بأس، ولكن لا يجعل شيئا مرتفعا يسجد عليه كما ذكرت السائلة في هذه الكراسي. والدين دين يسر ولا تكلف فيه، فهذه الكراسي لا تجوز الصلاة عليها بهذه الصفة، ولا يجوز بيعها واستيرادها.